صباح الخير على الجميع، ما شاء الله تبارك الله. هرمون السعادة للطيور طبعا، دائما أقدم لهم خيار، خس، فليفلة باردة وفليفلة حارة. شوفكم كوم عندي سلة كاملة الآن أقدمها حق طيوري، وأفضل شي فترة الصباح من بعد صلاة الفجر أقدم لهم يوميا خضروات. في الظهر أقدم لهم تفاح، شوي على برتقال. اهم شي عندي انا الخس، الخس ممتاز جدا، جرجير زي ما علمتكم. شوف هذه الفليفلة، عندي فليفلة باردة، عندي فليفلة حار، على طول اقدم حق الطيور كذا. جميع الطيور ان كان كاسكو، روز، كناري، جميع الطيور، عصافير الحب، قدم لهم زي كذا، خصوصا الفترة الصباحية بعد صلاة الفجر ممتازة. اتعب على طيورك يعطيك انتاج طيب. وهلا هلا في خلطة ولد الشرقية، نار وشرار تفجير. ما شاء الله تبارك الله، شوف ما شاء الله، دائما الطيور تحب تتروش في خلطة ولد الشرقية، ما شاء الله تبارك الله. شوف طبعا اليوم التاريخ 8/2 عام 1445، ما شاء الله تبارك الله. دائما إذا حطيت الخلطة الطيور، جميع الطيور حتى الكاسكو يتروش فيها، ما شاء الله تبارك الله، ممتازة جدا جدا جدا، خصوصا خلطة رقم واحد إذا تروشت فيها. طبعا هذه الأنثى، من شوي الذكر متروش والآن الأنثى تتروش، ما شاء الله تبارك الله. دائما أقول الوقاية خيرا من العلاج، ما شاء الله تبارك الله. دائما الحمام عندي يتروش في الخلطة، طيور الزينة يتروشوا في الخلطة. طبعا الآن عندي الساعة تقريبا 5، شوف شوف ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما شاء الله تبارك الله، زي ما علمتكم ان كانت خلطة رقم 3 او خلطة رقم 1 ممتاز. اشوف الحمام، سوري، البقبقانات كيف تتروش في الخلطة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طبعا اليوم بديت معهم كورس خلطة رقم 1، علشان ان شاء الله الان بنستخدم عليهم خلطة رقم 3. اشوف كيف الطيور تحب تتروش، لان فيها الثوم، الثوم يقضي على الحشرات اللي في جسم الطير. انا دائما احطها حق الحمام عندي الزاجل، اشوف الحمام ينبسط ينام فيه، وبعدين قمت اجيبها حق الطيور الزينة، حق جميع الطيور ان كانت كناري، روز، بقبقانات، ممتاز جدا، لان الثوم حار مرة. شوف قدامك انا قاعد اصور الان يتروشوا في الخلطة، ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 ما شاء الله، نار وشرار، شوف ما شاء الله تبارك الله. شوف شوف خلطة نار وشرار، زي ما علمتكم. اليوم التاريخ 8/2 عام 1445، اليوم الخميس الونيس، ما شاء الله تبارك الله. هذه بعد استخدام خلطة ولد الشرقية، نار وشرار، جوز البينو، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. وهذا ما شاء الله طلع فرخهم، ما شاء الله تبارك الله. وهنا من شوي الطيور جالسة تتروش في الخلطة، ما شاء الله تبارك الله، زي ما علمتكم. هذه بعد استخدام خلطة ولد الشرقية، نار وشرار، اذكروا والله يا شباب، اذكروا والله، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا الجوز الألبينو تحته 7 بيض، كلهم خصبة، شفتوني قبل كم من يوم وريتكم اياهم، وهذه قاعد يتروش في الخلطة، ما شاء الله تبارك. شوف ما شاء الله تبارك الله، من شوي الروز يتروش، والان الدرة، ولهذا الروز، شوف ما شاء الله، نار وشرار. الله يطرح البركة يا رب، الله يطرح البركة. طبعا المكيف شغال عندي 24 ساعة، درجة الحرارة عندي داخل المحمية 24 وتزيد إلى 27، ما شاء الله تبارك الله. وشوف الروز شغل، ما في إلا خشب، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، الله يطرح البركة يا رب، الله يطرح البركة. نار وشرار معي هنا، نار وشرار، زي ما علمتكم. هذا الجوز إن شاء الله بوريكي مفروخة، 7 فروخ، 7 فروخ أنتج هذا الجوز، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. شوف هذه نار وشرار،
شاء الله تبارك الله، شوف الأمازون يتروش في الخلطة، ما شاء الله تبارك الله، شوف هذا الأمازون جالس يتروش في الخلطة ما شاء الله تبارك الله. طبعا كل الطيور ما شاء الله اليوم تروشت، الدرة تروش، الروز تروش، الأمازون تروش ما شاء الله تبارك الله. شوف زي ما علمتكم خلطة ولد الشرقية رقم واحد للوقاية من جميع الأمراض ممتازة، فيها ثوم، الثوم يقتل الحشرات يا شباب، يقتل الحشرات. جربتها أنا على الحمام الزاجل وبعدين قمت أستخدمها على طيور الزينة. شوف دائما أحط الثوم في الخلطة، شوف 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 كيف. طبعا هذه أنثى، أستنى إن شاء الله أجيب لها ذكر، والله للحين ما حصل ما شاء الله تبارك الله. زي ما علمتكم نار وشرار، نار وشرار ما شاء الله تبارك الله. وزي ما علمتكم اليوم الخميس الونيس، اليوم التاريخ 8/2/1445 ما شاء الله تبارك الله. هذا الجوز جالس يلقح ما شاء الله تبارك الله. زي ما علمتكم خلطة ولد الشرقية نار وشرار، بث مباشر هذا التاريخ واليوم والساعة ما شاء الله تبارك الله. تفجير تفجير، ما في الا خشب خشب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. دائما خل عندك كاميرا داخل المحمية، كاميرا لا تدخل على الطيور على طول، نصيحة لوجه الله.